ضيفنا لهذا اليوم هو الشاعر محمد الحيالي. أهلا وسهلا محمد. أهلا وسهلا. صباح الخير عليكم. صباح النور. صباح العافيات عليكم. شكرا لك أستاذ عبد الله على هذه الاستضافة الحلوة، والشكر أيضا للأخت العزيزة ست بنان. شكرا لك. وأني سعيد بوجودكم. إحنا سعيدين أكيد. وأهلا وسهلا بك ونورتنا. نريد بالبداية السؤال التقليدي الكلاسيكي دائما نسأل لأي ضيف هنا يكون ويانا، نريد نعرف منو محمد الحيالي. محمد الحيالي شاعر مبتدئ. زين. ابتديت 2009-2010، بس يعني حسيت على روحي انه انا فعلا شاعر من انتميت لجمعيه الادباء الشعبيين فرع نينوى. زين. ومن ثم انتقلت الى منتدى سلام النينوى، وتحياتي للرئيس الاتحاد محمد العراقي. اكيد تحياتنا لهم. طيب محمد، موهبه الشعر هي الوحيده انت بالاسره يعني عندك هذه الموهبه؟ والدتي كاتبه يعني تكتب خواطر وقصص. نعم. وعندي اخويا يكتب فصيح. حلو. يعني انت حاولت انه من الوالده تقتبس هذه والله تقريبا هيك. وشلون بديت يعني؟ هي شجعتك على انه تقرا الكتب او شلون؟ والله البدايه كانت بسيطه يعني. تاثرت بالمكان اللي انا عايش به، يعني انتقلت من مكان الى مكان وتاثرت بالبيت اللي كنت عايش به الصراحه. وبديت اكتب على اصدقائي وعلى جماعتي ومن هذا الشيء، وهم كتبت قمت اكتب للوالده. حلو. وشفت نفسي انه انا عندي موهبه وظهرت. طيب محمد، انت يعني تدرس تخصص معين، تعمل بمجال معين اللي هو الشعر حياتك فقط؟ انا الاول هو الشعر. زين. حياتي، ومن ثم انا تركت الدراسه بسبب الظروف، يعني ظروف مرت علينا، ظروف شبه قاسية. والحمد لله والشكر. أنا شنو قصدي من هذا السؤال؟ اليوم لما الواحد يقولهم للأهل بالبيت أنا أريد أصير مطرب مغني صوتي حلو، أنا أريد أصير رسام شوف الرفض، أنا أريد أصير شاعر، تمام باب شنو شعر هذا؟ وين وكلك خبز هذا الشعر؟ احنا نريدك تصير مثلا صحيح. دكتور، نريدك تصير مهندس، نريدك تصير شيء بهذا العالم. والله صح لو لا؟ فواجهت رفض؟ لو تقبلوا الموضوع. من عائلتي لا ما واجهت اي رفض، بس من الخارج ومن بعض يعني من بعض ناس مقربين قالوا لي اقعد احسن لك. قالوا ايه، قالوا بهالصيغه يعني، قالوا اقعد، قالوا ما الشعر ما راح يوكلك خبز مثل ما تفضلت. قالوا والله ما راح استفاد شيء. شنو اللي خلاك انه انت تتحدى هاي الكلام؟ تحديت هالشيء لان انا واثق بنفسي. حلو. واعرف انه انا دامشي بالطريق الصح. قبل ما نسمع شيء، الشعر مو يحتاج وزن وقافيه ودراسه وهاي الامور؟ والله انا اقول لك على السماعي. لا على السماعي اقول لك شيء استاذ عبد الله. نعم. الشعر ما يعتمد على وزن ولا قافيه، ولكن بالضروره يعني لازم انت تحتاج الوزن والقافيه. زي. بالشعر، ولكن اكو شعراء كبار، ها ما اريد نجيب اي اسم، يعني يكتبون الشعر بس وزن تشوف الوزن يخل. بس هذا مو معناها انه هو مو شاعر. اها يعني عاد تكون هذه الاخطاء. لا عادي، الاخطاء موجوده حتى ويا الشعراء الكبار. زين. شو تحب تسمع؟ يلا سمعنا شيء. بكيفكم. انت بكيفك، احنا نريد شيء مهم تكون متمكن منه وحاضر. راح اسمعكم قصيده اولا عن هاي الوضعيه اللي احنا بيها. يا ريت. يقول الكتب ألزمها بيدي وكل رواية وكل صحيفة كلها أحرقها وأصف نفسي اليهودي. خلي يقولون أنت مو مسلم أكيد، خلي يقولون أنت عن ربك بعيد. أنا ما أحب السياسة، أنا ما أحب العمامة، أنا أحب أن كل شخص يعرف شريد. الجوامع للي يصلي، الجوامع يعني مو تذبح فقير، الجوامع يعني تجمع كل ديانة، ما تفرق هذا شيعي وهذا سني، ومو تسب واحد ورانا. عمر مو كاسر ضلعها، بس ضلع إيران كاسر. عمر خيمة من الضماير، من تقول السن أخويا بيك خير افتح لقلبك، ومن تقول الشيع أخويا بيك خير افتح لقلبك قبل ما تفتح لبابك خاطر يحس هو بين أهله وعمامه. الدين إنسانية مو صوم وصلاة، الدين مو تحكي لي بس بالمعجزات، خاتل بظهر العمامة وإيدك بجيبك تخاف من العبات. اطلع وشوف الله وينه، الله مو بس بالمساجد، الله مو بس بالكنائس، الله مو بس بالمعابد، الله موجود بشفايف كل شخص يدعي له ليلة.
السوالف أدري عدقت هسه ما ظل لا طوائف لا أسامي ولا عشائر كلنا أخوة ونرجع البيت الرسول أدري بيكم بس أحب أنا الفضول رايد أوصل للنجف وأسجد برفكم وعادي هم عالتربة صلي أنا مو مشكلتي هاي المهم ما تقل لي شيعي لولا سني وما أريد تسب صحابي وحتى لو كافر على اليمن تقبل أحد يشتمك يا شوارع كون أشيلا كل صور واحد معمم كون أعلق بس صور ذاك الشهيد كون أعلق آية بيدي بنص كنيسة كون أزف السني بيدي الوحدة من أرض الجنوب كون أحلل كل زواجي بي محبة مو مهم لازم تأسلم مو مهم اسم العشيرة شور قلبك هات حبها قبل الله شيخك تشيرة شنو شيعة وشنو سنة يا أبو العمامة الكبيرة أنا مخلوق بوطن فاتح تديرة ناس قعدت على الكراسي وناس عاشت بالمآسي اللي حكمونا عرفتهم ذولا عباد الدراهم عدنا متخرجين كومة بلا وظائف وعدنا متخرج قطع وعد الحبيبة قالها راح أتعيناني وراح أجيب أمي على أهلك وصار 5 سنين يحلم بالمحابس كونا خل أطفالنا تداوم مدارس كونا قص رجل السياسي اللي صار سنين فوق النعمة دايس كونا ضم بيدي الفراشة واحضن خيوط العناكب كونا شوف الدنيا بيضة والطفل مرجوح راكب كون أشوفاً على الحدائق رقعة مكتوبة على شجرة للعشق مول المصايب كون أشوف القلب عاشق قايد بإيد الحبيبة وكل بريء أطلق صراحة وكل فقير أبني لبيت بقاع خضرة وأفرش الدنيا سنابل وادعي ليه للدنيا ترجع من جديد لا جرح لا موت لا صوت القنابل صح لا جرح لا موت لا صوت القنابل صح بدنك صح بدنك استاذ عبد الله طيب انت تتاثر بالمواقف تتاثر بالازمات اللي تمر بيها اكيد اكيد خاصه الشاعر يعني له تاثرات كبيره يعني باقل المواقف واقل الاشياء تشوفي حساس يعني ايه طيب ما تقدر تكتب مثلا في قصه ان انت ما عايش بس مجرد ان شخص مثلا تكلم لك عنها وانت على اساس تكتب لو بس الشغلات اللي انت تعكس الصراحه ما كاتب ما كاتب شيء انه اني بس الوطن لا هاي شيء ثاني بس ما متاثر بموقف وكاتب عنه اللي اكتبه اكثره انه اني متاثر به محمد انا احاول انه اخلي اسئلتي متسلسله نوعا ما تمام يعني لما سالتك قلت لك وين تريد يعني شنو بالحياه راح تصير انت قلت لي شاعر أنا تمام يعني شيء أساسي بالنسبة للشعر مو الدراسة ولا صح عمل آخر يعني صح طيب وين تتوقع الشعر راح يوصلك أو شنو راح تستفاده من الشعر بعد بالمستقبل شنو مشاريعك المستقبلية هذا سؤالي والله الصراحة هي كلها بيد رب العالمين ما نعلم بالله بس أنا يعني ما أستسلم زين ما أستسلم يعني ياما وياما قالوا لي أنت فاشل بهالصيغة وأنت كذا وأنت كذا بس أنا ما توقفت ولا راح أتوقف وأنا مستمر إن شاء الله ورسالتي لازم أوصلها أنا هذا اللي أريد أوصل له شنو رسالتك وين تريد توصل شنو هدفك الهدف يعني أكو مثلاً أنا كل واحد بباله مثلاً قدمت البرنامج الفلاني مجالي تمام أنا أطمح إنه أقدم فلان برنامج مثلاً صح أنت مثلاً قرأت قصيدة وطلعت ببرنامج تمام صباح سامراء وين تريد توصل بعدين والله يعني أنا طموحي ما بهذا المكان وأتوقف أنا طموحي أكبر من هذا الشيء وإن شاء الله يعني راح أتقدم أكثر وأكثر وأصل للي أنا محتاجه واللي أنا أريده طيب إن شاء الله طيب شاء الله. أكيد أنه أنت لازم بمسيرتك تتأثر ببعض الشعراء عندك شاعر في بالك دائما ما بعض تتأثر الشعراء والله أنا الصراحة متأثر بشاعر هو الشاعر الأستاذ عمر القرغلي أكثر شيء يعني ومن ثم من بعد رفعة الصافي وإيهاب المالكي هؤلاء الشعراء اللي نحبهم ونسمعهم شنو يعني حافظ لإيهاب المالكي؟ إيهاب المالكي حاول على كيفك تتذكر شيء والله ما جاي على بالي بس هيك يعني يقولوا ربينا ببيت واحد حضن واحد كان لسه البيت واقف بثر ذكرانا اول ما تفوز اول ما تطب للبيت ماكو ابواب منسع في العراق الباب منسع في العراق البيت بيبانا بنينا الساسه طيبه وحاوطينا شوك يعني هذا اللي جبالي بالي دخل رحتوا مثلا مهرجانات سويتوا يعني امسيات شعريه بالموصل او بمحافظات اخرى دعوك لي انه تكون انت موجود بحفل معين كثير مهرجانات كثير مهرجانات يمكن من 5 إلى 6 مهرجانات أنا حاضر
ومحافل وامسيات عاديه يعني امسيات على طول يعني كل جمعه او يوم سبت احنا متواجدين هناك. حلو. طيب اكيد هاي تساعدك على انه ممكن انه انت اكيد يعني تصفيق. واحد اذا يختلط بالشعراء ويصير احتكاك فانت من هاي الاشياء هم تستفاد منها. طيب سمعنا شيء بعد. حنسمعكم قصيده ثانيه. قصيده للوالده. امي قصه طويله مو مال اختصار. امي سالوفه ابويا الدافيه. امي كل شي خبل بهاي الحياه. امي نجمه بصدري ظلت غافيه. صدري واسع بس احس رايد يضيق من كثر هاي الهموم اللافيه. بي احزان ومصايب كربلاء. امي من تضحك اشوف انصافيه. كل شي بيها الدنيا لا تقولوا لي هيك بلايا. امي الجنه اشوف انحافيه. امي من ثامن عجائب هالحياه بس عجب هاي العجائب خافيه. بين ايديها تصلي حتى النائبات كانها قران. امي تنقط عافيه. اني ما اوصل طبيبش ما يصير. امي شف قران ايدي الشافيه. من تحطها علي حسن بالنعاس. تشوف امي الدوم شف الوافيه. امي نور العابر حدود الحدود. الشمس يم امي اشوفها انطافيه. امي اعدل حتى من الاعتدال. كان قصيده تصفطت بالقافيه. لا اصلي ولا ازكي ولا اصوم. ارضي امي وهي هاي الكافيه. ارضي امي وهي هاي الكافيه. صح بدنك استاذ عبد الله. شنو اللي يحتاجه اليوم الشاعر الشاب العراقي حتى يوصل اللي هو يطمح له؟ شنو اللي يحتاجه؟ شنو المشاكل اللي يعاني من عندها ايضا اللي توقف مسيرته وتكون هي حادث بطريقه؟ بصوره عامه يعني الماده. الماده. اعتقد يعني الماده هم تلعب دور. يعني اكو ناس يمكن حق تاكسي ما يقدر يجي للمقر او المنتدى ما يقدر. فهذا الشيء هم ياثر. زين. طبعا بوجود الموهبه وبوجود الرغبه المرات الفلوس هي اللي توقف. اكيد اكيد. انا اشوف الماده هي السبب الاول اللي توقف الشاعر وتوقف عن طموحه. طيب احنا ما وصلنا الى زمن ان السوشيال ميديا هوايه تساعد اشخاص بان ينتشرون. يعني ممكن يكون انه مو بحجه ان الماده هي الوحيد الشيء الوحيد اللي ممكن يوقف الشخص الشاعر. والله انا رايي قلت لك. انا ما اقدر افرض رايي على 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 العالم. طيب وعلى الشعراء. طيب انت شخصيا ما ساعدتك السوشيال ميديا بالانتشار؟ لا. او انتشار شعرك؟ لا لا. حاولت؟ لا ما حاولت. يعني انا شنو قصدنا احنا من هذا السؤال؟ لان هوايه شعراء احنا ما نعرفهم. تمام. ولا يعني شاف فيهم بالحقيقة. صح. بس يمكن يعني عن طريق الفيسبوك الانستغرام هاي المقاطع ممكن تكون ممولة ممكن تكون ناس تعجب بيها فتسوي عادة نشر إلها فتوصل إلنا وتعجبنا قصائدهم. خصوصا مثلا أكثر من شاعر ما يحضرني اسمه ولكن كان هو يمكن شاعر الكلية كانوا يسموه. تمام. بالتالي هو اليوم أصبح أحد نجوم الشعر. صحيح. اسمه ماذا يحضرني هو. تمام. بالجامعة التكنولوجية كان هو اليوم صار أحد يعني رموز الشعر الشعبي الشبابي. بس عن طريق الفيسبوك وعن طريق يعني بس نشر مقاطع فهي محاولات. إحنا هذا رأينا شو تقول؟ أكيد أكيد هي مثل ما قلت يعني محاولات وأكو ناس اشتهرت على الفيسبوك قبل أن تظهر بالضبط على الساحة. بالضبط. عاد كل واحد وحظه. صح. يعني أنت مو مع السوشيال ميديا أحس. لا لا لا. لعد شنو الطريقة اللي وصولك لي للناس؟ يعني أنا أشتغل بالبيت مرات أسجل قصائد أسجل بالبيت. ايه؟ بالتسجيل العادي هذا التسجيل العادي. ايه؟ وأخلي عليها صور أو كذا أشوف الموضوع. وأنشرها. هذا نحكي وين تنشرها؟ أنشرها على الفيسبوك. هذا السوشيال ميديا هي مواقع التواصل الاجتماعي هو الفيسبوك. هو أكيد أكيد أكيد. أنا قلت لك يعني أنا قلت لك أنا بالبداية حكيت لك عن السبب الأول هي المادة ولكن أنا قلت لك يعني الفيسبوك هم له يعني دور كبير. الفيسبوك يعني لو ما الفيسبوك نحن ما نقدر نتواصل حتى ويا أصدقائنا ولا حد يمكن يشوف القصائد. مان يساعد ايضا يعني. لا يساعد اكيد. نيذا بالله فقط. احنا دقائق معدوده بس نسمع منها شيء. منك شيء اخير شو تقول؟ تدلى. يلا. الفقير آية كتب بين المصايب. الفقير دروس تدرس بالتجارب. دمعة سجدة على الأراضي ورجلة ظلت تايهة بهاي الحياة. امتدا وصارا قوارب للنجاة.
وشالن هموم السنين وصبن دموع الحزين وشفة كان شف الرسول تقودك الأحسن مصير عيونه نور الكل ضرير وكل ضريرة ولما يعطش يشرب دموع الجريرة ويفرش أيامه وحسرته ويقعد يواسي بشمعته يقلها لا تخلصين عافية خلي بس يشرق نهار أني هسب بين نار وبين نار جيوبي عدقت واشتعل بيها الشرار لكن أني هواي أشرف من هذاك الباقنا بوسط النهار ناس بالمازات باعتها الضماير الفقر متغطي بينا الحكومة تبوق بينا وحتى صوت الفقرة صاير للي تاجر وتدري صوت الفقرة ملتها الحناجر أنا ضد أهل الكراسي أنا ضد أهل العمايم أنا ضد الضد عراقي الدخلة وبلادي بمجازر وريحة الدخان طلعت من سلاح أنا ما شايف حرب دون استراحة أنا عايش برضى لكن عايش سنين بأرض ما بيها راحة منين أجيب دم خفيف منين أجيب أن الرغيف وأنا لبطرق القواني ونايم بساق الرصيف وين ذاك الوجه خالي من الحقير وين ذاك الراضع تراب الفقير كافة سولف هاي غابة خاف يكتلون الذيابة ما تهمون اللي متغطي بحرير طفوا شمس الله اللي عندي وخلى نام الظلمة أريح منها حيل وشمروا عيني بكل رصيف يضم فقيرة وجيبوا شف عباس يربطها الضفيرة الكانت تنادي الربيع وتالي جرجرها الظلام وبيد زفها على الرصيف عاشت بموطن حضارة طفلة ظلت تحترق مثل الجقارة تحلم بصوت البلابل تحلم بمنظر سنابل هي فراشة حدائق ليش يمهط قنابل الشوارع بيها بس الأبرياء وبيها فقرة الماتت من الكبرياء بيدي أمنيتي أجرهم وكلنا نمشي لحضرتك يا كربلاء يا حسين اليوم جيتك أشكي همي لحضرتك هذا اللقاء يا حسين شلون بلوى ويا الفقير يا حسين شلون بلوى ويا الفقير خذني يمك خلموتن على الحصير يا حسين الدين واضح كالهلال واللي يحكم بالحرام وبالحلال شفته بالمسجد يصلي ويوقف يأذن ولكن مو بلال شفته بالمسجد يصلي ويوقف يأذن ولكن مو بلال صح بدنك استاذ اشكرك وفرحانين بوجودك ويانا الله يسلمك انا اكثر والله اتمنى لك التوفيق يا رب الله يسلمك شكرا لكم